بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنشوف الداينامو ازاي اعمل سيلكت العنصر او اكتر من عنصر، وازاي اتعامل مع الليست. هقول له انا عايز افتح ملف جديد، هقول له دلوقتي تعال ندخل في الريفت في السيلكشن. دلوقتي انا عايز اختار حاجه معينه، فممكن اقول له ايه سيلكت موديل اليمنت. كده يبقى انا هعمل سيلكت العنصر. عايز اشوف انا عملت سيلكت على ايه، ما سلكش عمياني، اعرف معلومة عن الحاجة اللي انا سلكتها. فاقول له واتش، اعمل سيلكت بقى دلوقتي، سيلكت العنصر ده مثلا. كده بقى العنصر ده موجود معايا، بحيث ان انا اقدر اعمل عليه اي تعديل او اعرف منه اي معلومة انا عايزها. تمام، يعني ممكن اقول له مثلا جيت بارامتر واشوف اي بارامتر انا عايزه واعرف المعلومه ديت. جيت بارامتر، بقول له انا عندي مثلا دي البرامتر، محتاج ان انا اعرف اسم برامتر، وليكن مثلا معلومة مثلا زي كومنت، زي مارك مثلا. فاجي هنا اقول له سترينج، واقول له مارك، واخلي بالي موضوع الكابيتال والسمول. فهقول له ايه مارك، وبعد كده ديت هقول له انا عايز واتش تاني. جاب المارك 28 زي ما هو مكتوب هنا. طيب، طب لو انا عايز اعمل سيلكت المجموعه من العناصر مش عنصر واحد بس، هلاقي تحتها على طول تحت سيلكت موديل اليمنت، هلاقي سيلكت موديل اليمنتس. الاس ده مش حطيناه هزار، هما حطيناه عشان تعمل سيلكت لمجموعه عناصر. فهاجي هنا اقول له انا عايز واتش، وابدا اقول له سيلكت، هلاقي ان هو بيديني سيلكت دراج اند دروب. خلينا نختار عدد معين كده من العناصر، جاب لي مجموعة العناصر اهوت وحطهم لي في ليست. طيب لو انا عايز من الليست دي ابدأ اختار، بلاقي عندي هنا ليست، ممكن تقول له فيرست اندكس يجيب لي اول عنصر موجود هنا، او ممكن تقول له جيت ايتم اندكس، هدي له الليست وبعد كده هدي له الاندكس. طب الاندكس هو عايزه ايه؟ عايزه انتجر. فاجي هنا اقول له انتجر، او تمام. ده اللي هيحصل ايه، ان انا عندي ليست، وزي ما انت شايف الليست كل واحده قدامها الرقم بتاعها. لما اختار واحد هيجيب لي دي، لما اختار اتنين يجيب لي اللي بعدها. فدلوقتي هقول له انا عايز واتش عشان اشوف الحاجه اللي هو اختارها. اهو الاقي ان هو رقم واحد اختار دوت، اللي هي هنا تاني واحده، لان هو بيبدا يعد من الصفر. طيب لو قلت له اختار اللي بعد كده، كل ما بختار بيبدأ يغير لي، بيقول لي ده دي هنا كيرتن جريد، هنا دي وول، دي عبارة عن كيرتن بانل، دي يبدأ بقى يجيب لي كل العناصر ويجيب لي الرقم بتاعها، بحيث اقدر اخد دي وابدأ اتعامل معاها. يعني ممكن احطها اقول له ديليت، اقول له اغير المقاس بتاعها، روح غيرها، اعمل يعني ابدأ اقول له اي عملية انا عايز اعملها. بس انا دلوقتي قدرت اعمل سيلكت العنصر وسيلكت المجموعة عناصر واتعامل معاهم في الليست. الليست مهم جدا، بيديني قدرة ان انا اتعامل مع مجموعة عناصر.